السلام عليكم وصفات صبرينا. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم دجاج مشوي في الفرن، واحد التتبيله اللي كتجي مختلفه وفي نفس الوقت كتجي بنينه وخطيره في المذاق. الطبق كيجي سهل جدا. غادي نرافقوه بالبطاطس اللي حتى هي ان شاء الله غادي نديرو فيها التتبيله كتجي مختلفه. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو الدجاج، هنا درت انا دجاجة، بامكانكم ديروا يعني هكا في خيضات او نص دجاجة اللي بغيتو. هنا انا درت دجاجة كتكون مغسولة مزيان بالحامض، درت معها معلقة كبيرة ديال البابريكا، معلقة صغيرة ديال البزار، معلقة صغيرة ديال السودانية، ومعلقة صغيرة ديال سكينجبير، والملح على حسب الذوق. هنا عندنا ياغورت ناتور اللي طبيعي بدون سكر، وزيت الزيتون من عندي 3 معالق كبار، والمطاخت واليسير اللي هو كيعني الاول صراحه مع الياغورت كيعطي واحد النسمه ما نقولش لكم، كتجي خطيره. غير جربوا ان شاء الله ما غاديش تندموا عليها. الدجاج ديالنا ما كيجيش ناشف ملي كنديروا فيه هاد الدانون مسوس، هي وقت ناتور ما كيجيش مسوس، كيجي من الداخل كيجي هشيش ومن برا كيجي مقرمش. كنخلطوا التوابل ديالنا، بامكانكم تزيدوا حتى القزبر والمعدنوس الى بغيتوا، يكون مقطع رقيق حتى هو كيجي هائل. وصراحه الا درتو عاوتاني كيدي واحد النسمه حتى هو عاوتاني لذيذة مع هاد التتبيله ديالنا. غير شويه ما تكثروش، يعني غير معلقه، كنت معلقه هكا كبيره ديال القزبر والمعدنوس تكون مقطعه صغيره، يعني زيدوها الخليط ديالكم. هنا معلقه ونص ديال المطاط، وهو ملي كنخلطو ياغورت ناتور مع المطاط صراحه الدجاج ديالنا من الداخل، واخا حتى داك الصدر اللي كيكون بصراحه ناشف كيجي من الداخل يعني كيجي هشيش، ما كيجيش ناشف. داك الياغورت والمطاط كيخليوه يجي هشيش وفي نفس الوقت كيجي لذيذ. كتخلطوا العناصر ديالكم، هنا انا نسيت ما قلت لكمش خاصنا نديرو حتى الثوم. هنا انا درت 4 ديال الفصوص ديال الثوم، تحكوهم، الثوم ضروري يجي محكوك يعني ما يتقطعش هكا بالموسم، احسن يتحك مزيان. وبالنسبه لهاد التتبيله كتبغي ان الدجاجه نديرو لها الدجاج ولا الدجاجه نديرو لها التتبيله ديالها ونخليوها واحد 3 حتى 4 ساعات، وإلا باتت ليلة في الثلاجة يعني بهاد التتبيلة هادي ما نقولش لكم المذاق ديالها كيجي هائل. كناخدو الطوا ديالنا اللي غنديرو في الفران وكنديرو فيها الدجاجة ديالنا، كنهنو الدجاجة ديالنا مزيان جميع الجوانب ديالها، وكنحلوها شويه هكا من جهة الفخيضات ما بين الفخيط والستار، كنديرو عاوتاني التتبيلة ديالنا على هذا الشكل باش دوك التوابل كيدخلو مزيان وكيجي بصراحة الدجاج كيجي لذيذ فاش كيدخلو التوابل مزيان للدجاج ديالنا. انا كنزيد شويه ديال الماء غير باش ملي ندخلو الصينية ديالنا الفرن ما ينشفش لينا الدجاج، ما يجيش ناشف من التحت. فوالا على هذا الشكل، وهو اللون ديالها راه ماشي هكذا، هي كيبان اللون ديالها وردي ولكن راه ماشي اللون ديالها الاصلي غير في التصوير اللي بانت هكذا. وكنرافقوها بالبطاطس ديالنا، انا درت البطاطا، بامكانكم ديروا اي حاجه بغيتوا، غير هو بالنسبه للبطاطا حيت كندخلوها حتى هي في الفرن مع الدجاج دونك ما كتطلبش لنا مجهود كبير. هذه الوصفه كنجم يعني كنضربوا عصفورين بحجر واحد. البطاطا كنقطعوها غير على 4، خا تكون كبيرة قطعوها غير على 4 لحقاش إلا قطعتوها رقيقة غادي تجيكم ناشفة ودغيا كطيب. البطاطا ديالنا كنستفوها
هكذا كنديروها في انيا وكنديروا عليها التوابل اللي هي زيت زيتون. انا درت غير معلقه صغيره ديال زيت زيتون باش ما تجيناش ناشفه البطاطا. شويه ديال البصل غير شويه ما تكثروش. شويه سودانيه على حسب الذوق، كاين اللي ما بغاهاش يستانى عليها. هنا درت بابريكا ملح، ما تكثروش الملح باش ما تجيش الملحه البطاطا ديالنا، غير شويه على هذا الشكل. وكنزيدو لي زارد دو بروفانس، الاعشاب المنسمه. هنا عندي انا الزعتر والزعتره ورقه سيدنا موسى. الا ما عندكمش هاد الاعشاب يمكنكم ديروا غير الزعتر بوحدو، تحكوه مزيان هكذا فوق يكون ناشف، وتحكوه هكذا فوق البطاطا ديالكم وتخلطوا هكذا العناصر، وتخليهم حتى هما على جنب على الاقل ديك 10 حتى 15 دقيقه عاد تدخلوهم للفرن. كناخذوا الطاوه ديالنا كنسطفو فيها البطاطا. على فكره ما تخليوهاش طيب بزاف البطاطا باش ما تجيش لكم ناشفه، راه هي دغيا كطيب، يعني الا غفلتوا عليها راه كتجي ناشفه. هنا كندير غير شويه ديال الزيت من الفوق، زيت البلديه هكا، زيت زيتون من الفوق باش ما يلصقش لنا البطاطا ديالنا في داك بابي كويسون. فوالا راه دغيا كطيب لنا البطاطا ديالنا، ملي كتشوفوا صراحه الطعم ديالها كيجي حتى هو لذيذ، وكنرافقوا به داك الدجاج ديالنا، يعني كيجي هائل، يعني وصفه تقدروا ديروها للغدا ولا العشاء، ودير معاها كائن تيت سلطه. كنتكوا الدجاج ديالنا بهذه الطريقه باش يدخلوا طياب، في نفس الوقت يشرب داك السبيله ديالنا. كنديروه في الفرن، بالنسبه للدجاج كنديروه 45 دقيقه على حسب الفرن، والبطاطا ديالنا كان يعني 15 دقيقه، 15 حتى 20 دقيقه، وتبقاو تمروا مرات قلبوا. كما كتشوفوا هذا الدجاج ديالنا وجد لينا كيجي مقرمش، ومن الداخل كيجي هشيش وكيجي لذيذ. والبطاطا ديالنا كيف ما كتشوفوا حتى هي كتجي ناشفه، يعني ما مزيتاش، يعني وصفه صحيه، جربوها ما غاديش تندموا عليها.